توستايت. شطيرة السلمون المدخن. لتحضير شطيرة السلمون المدخن مع توستايت، ادهن طرفي توستايت بالزبدة، ضع قطعة من خبز التوست على كل جانب، ضع شريحة من السلمون المدخن والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر المقطع في الوسط، ثم اطبخها على النار لمدة دقيقة ونصف على كل جانب. قدمها مع شرائح الخيار والطماطم والليمون والجزر وصلصة السمك والخردل. توستايت، متوفر فقط لدى ساكو.